طبعا بدايتي في العمل الصحفي كنت أراسل إذاعات مختلفة عربية وخليجية وإذاعة لندن أيضا في برامج مختلفة كالسياسة من سؤال المجيب، كل سؤال جواب، ندوة المستمعين. إذن وهناك إذاعات خليجية مثل إذاعة الكويت والبحرين وقطر وأبو ظبي وإذاعة سلطنة عمان. بدأت الكتابة بمواضيع هادفة تتعلق بالنهضة المباركة، مواضيع اجتماعية، مواضيع سياحية. كانت جريدة عمان على مستوى محدود، بدأت تنتشر لتغطي جميع أجيال السلطنة. بدأت تبحث عن مراسلين. طبعا أنا من المتقدمين في المواضيع والمعروف لديهم، فتم اختياري من قبلهم، من قبل رئيس التحرير والقوات في الحمراء. في يوجد من يكتب لدينا دائما ويكون البداية له. تم مخاطرتي من قبلهم باتصال، طلبوني لمقر الجريدة، تقابلت هناك مع رئيس التحرير ورئيس قسم المراسلين كان فهم الحارثي، عرض علي أن أكون مراسل. طبعا أنا وافقت، قلت إن شاء الله. أول ما بدأت أكتب، طبعا كنت أكتب المقالات قبل أن يختار المراسل، مثل ما ذكرت. بدأت الكتابة بمواضيع هادفة تتعلق بالنهضة المباركة، مواضيع اجتماعية، مواضيع سياحية. كانت جريدة عمان على مستوى محدود، بدأت تنتشر لتغطي جميع أجيال السلطنة. بدأت تبحث عن مراسلين. طبعا أنا من المتقدمين في المواضيع والمعروف لديهم، فتم اختياري من قبلهم، من قبل رئيس التحرير والقوات في الحمراء. في يوجد من يكتب لدينا دائما ويكون البداية له. تم مخاطرتي من قبلهم باتصال، طلبوني لمقر الجريدة، تقابلت هناك مع رئيس التحرير أو رئيس قسم المراسلين كان فهم الحارثي، وزودوني برسالة لمن يهم الأمر بتاريخ 8/10/86/1900. هذه رسالة تفيد تسهيل مهمتي في الولاية مع المسؤولين والمواطنين. طبعا من ناحية صياغة المقال، كل شيء مع البداية هناك تعليم. الإنسان دائما يتدرج ودائما يتعلم. فبدايتي مع صياغة المقال كان طبعا بداية، ما أستطيع إعداد عنوان بالشكل الملائم مع المقال تقريبا، أو صياغة المقال نفسه طريقة يعني فتكون يعني كتعليم أو كتبداية. لكن مع التدرج والحمد لله أصبحت أختار العنوان، أركز على العنوان حسب المقال، حسب مضمون المقال، أختار عناوين جانبية زين، خاصة إذا كان في المقابلات، إذا كان موضوع توسع زين، إذا كان تغطية لحدث ما، للمشاريع تنموية، تختار موضوع يناسب أو تختار العنوان يناسب الموضوع ونفس الصورة تناسب المقال. من ناحية التوصيل، طبعا احنا كنا في الماضي نواجه صعوبة كبيرة جدا، كنا نعد المقال لمدة أسبوع كامل، ماشي وسائل توصيل، نجمع صور والمقالات والأخبار اللي بدون صور وفي في مظروف نجمعهم في مظروف نرسلهم تقريبا يوم الجمعة يصبح يوم السبت موجودات في مقر الجريدة. الأخوة هناك مسؤولين قسم التحرير يوزع المقالات لمدة أسبوع كامل،
طبعا كان في جريدة عمان 86 وإلى ما ذلك في ملحق اسمه ملحق ولايات يصير كل اثنين. المواضيع الكبيرة مثلا كمقابلات، كتغطية مثلا مشاريع، كأحداث يتم نشرها يوم الاثنين. لأن كأخبار يعني نشرها أول بأول، مثلا أيام الأحد، أيام السبت، أيام الثلاثة، الأربعة وهكذا. من بين الصعوبات اللي كانت تواجهنا في توصيل المقال وتوصيل المواضيع الجريدة عدم وجود وسيلة نقل باستمرار، بس كان الأخوة يروحوا من الجماعة ونعطيهم من الجماعة الأخوة ويشيلوهم معهم ويسلموهم المقر الجريدة. بدأ الوضع يتحسن، بدأ جهاز الفاكس. بالجهاز الفاكس سهل مهمة توصيل المقال للجريدة، بكان عندنا مشكلة الصور، كان نواجه أكثر صعوبات. كان نواجه أيام نتائج امتحانات الثانوية العامة، تصدر نتائج الساعة 1 الظهر أو الساعة 12 أو الساعة 2 الظهر أو حتى الساعة المساء. وإذا كان طالب من طلاب الحمراء أحرز على المركز من العاشر، من العشر الأوائل، إحنا نروح نعمل مقابلة للطالب هذا سواء بالمنزل، نصور بين أسرته، نصور منفرد، نعلم مع المقابلة زين كيف كان سعيد في الامتحان، كيف أدى الامتحان، طموحاته، يعني وين يريد يروح هو، كيف كان يعني كيف كانت هوايته هو. طبعا احنا نروح ناخذ الصور، بنروح المحل بسرعة عشان نحمل الصور، احنا نروح نجي المقال ونعطي الفيلم للمصور.